خمسين مباراة على التوالي دون هزيمة رأيك في مسيرة شابي ألونسو مع بايرن ليفركوزن هذه هي العبارة البسيطة التي قد تقال فريق يستمر لفترة طويلة دون أي خسارة في دوري تنافسي مثل الدوري الألماني ثم بعد سنوات عديده عندما فاز على بايرن ميونخ لم يحدث هذا الامر من سنوات استطاع في النهايه ان يكون بطل المانيا وبفارق كبير وهو أيضا في نهائي الدوري الأوروبي لم يخسر أي مباراة أيضا وهو أيضا تأهل لنهائي الكأس ولهذا خمسون مباراة دون أي خسارة هو أمر مذهل وإنجاز كبير لنادي مثل باير ليفركوزن ولهذا تشابي ألونسو يقدم مستوى رائع ويجب والجميع يحترم ويقدر ما فعله تشابي الونسو مع الفريق الالماني ولكني اعتقد ان الامر مذهل في نهايه الامر استطاع ان يفرض اسلوبه وينقل افكاره بشكل سريع للاعبين ويمكنني ان اصف الموسم بكلمه تاريخي